واجت ثورة 17 تشرين، يعني نزلنا على الشارع وقضينا سنتين بالشارع، ولقينا انه البقاء في الشارع ما بيؤدي لمحل ولا بيؤدي لتغيير، فلازم نكون نغير. التغيير لازم يكون من قلب السلطة وبالطرق الديمقراطية. نحن لنا من نقتل ولا بمعنا ثورة دموية. فكان القرار الأول حتى ب 2018 بالترشيح أول مرة قبل ما يكون في ثورة 17، وما زبطت أكيد لأنه نحن معارضة ومستقلة ومعنا تمويل، يعني مثل ما الكل بيعرفوا، يعني كليتنا كنا على اللوائح مواطنين عاديين. واجت كمان ب 2022 كمان ترشحنا كمعارضة وكمستقلين، ولكن كمان ما توفقنا لأنه الأحزاب بالسلطة متمسكين لدرجة بكل مقدرات البلد وبكل دوائر البلد، وما كان في عنا أكيد ما عنا التمويل اللازم، ولكن ما عنا كمان لنقول الحضور الإعلامي لنقدر نوعي الناخب أو لنقدر نسناخد أصوات من الناخبين. بالرغم من الفشل مرتين لنقول أو عدم النجاح مرتين بالانتخابات النيابية، ولكن نحن أنا باقي كشخص وكمناضل وكناشطة باقي على نفس الخط، ما تغير شيء بالخط، كمان رح نترشح مرة ثالثة وكمان رح نضلنا، ولكن يمكن بزخم أكبر وبعدين بمعرفة أكتر. أول مرة أول تجربة كانت شوي هيك يعني لنقول إجت عفوية، التجربة الثانية كانت أكتر لنقول منظمة، بس ثالث مرة رح نكون فعلا منظمين ورح نكون فعلا عم نشتغل على الوعي لدى الناخب. نحن اللي عانينا منه هو عدم الوصول إلى الناخب العادي، يعني ما كان في خطة استراتيجية بين كل المرشحين. أول شيء أكيد كان في عدد لوائح هائل، وهذا كان غير مقبول بالنسبة لأشخاص ظاهرين من ثورة شعبية فعلاً وعفوية وثورة غير منظمة. كان لازم نتنظم أكتر خلال الانتخابات النيابية، وكان لازم يكون في وعي أكتر لدى الناخب إنه أنا إذا كنت سني مش ضروري انتخب السني، وإذا كنت شيعي مش ضروري انتخب، أنا لازم انتخب مشروع، لازم انتخب نظرة، لازم انتخب إصلاح، لازم انتخب مجموعة بتقدر توصل هالمطالب يلي أنا بدي إياها على المحل المضبوط، ولازم تقدر تتابع. نحن عم نشتغل على هيدا، عم نشتغل على هيدا هلأ على مستوى لنقول عمليني، يعني عم نشتغل عم نحضر هلأ مؤتمر اسمه The Convention 2، وبهالمؤتمر رح نجمع شي 110 خبراء بكل المجالات، ورح نطلع بتقارير بكل قطاع، يعني القطاع التربوي، القطاع الصحي، القطاع الاقتصادي، المالي، جيوسياسي، كل شيء رح نطلع بمجموعة من التوصيات، ورح نسعى بكل المحلات لنقدر نطبق هالتوصيات والإصلاحات. حتى إذا صحيح نحن مستقلين، صحيح عنا نظرة، ولكن إذا ما عنا مشروع وإذا ما عنا خطة عمل على الأرض نحن ما فينا نشتغل. مش كل واحد بيطلع بيقول إيه ما عنا كهرباء والقطاع ما بيسوى، في إله حل؟ نعم في إله حل، في طالبين منا المجتمع الدولي ليقدروا يمولوا هالحل، بدهم يكون في هيئة ناظمة للقطاع. نحن لازم اليوم نسعى نعمل هيئة ناظمة، لازم نسعى نحن لدى أصحاب القرار إنه نوصل لهالتطبيق العملي، ولو إن كنا بداخل البرلمان ولا خارجه، العمل والنشاط ما بيتوقف. يعني ثورة 17 يمكن فهمت العالم إنه أنتم فيكم تغيروا، ولكن لازم تكونوا موحدين على نظرة واحدة وعلى مشروع واحد. نحن أملنا كبير بالصوت المرأة، صوت المرأة يلي نحن ما كتير شفناه بهالانتخابات. أنت بتعرفي نسبة التصويت كانت قليلة بهالانتخابات الماضية، وحتى ببيروت الثانية نحن كنا متأملين أنه بيروت الثانية صوت النساء يغير. للأسف مشاركة المرأة كانت محدودة جداً، وأنا يعني كوني رئيسة عدد من الجمعيات وعضو بالمجلس النسائي اللبناني وعضو بكذا جمعية ناشطة مع المرأة، أنا بتأمل إنه المرت الجاي يعني الانتخابات الجاي صوت المرأة يكون مؤثر، والمرأة تنتخب، مش بس تنتخب مرأة، ولكن تنتخب مرأة قادرة على إنه توصل مطالبها. يعني نحن كنا اشتغلنا مع جمعية 50-50 من 4 سنين ومن 6 سنين على إدخال الكوتا النسائية، للأسف وسلمنا المشروع وكان المشروع القانون خاضر وحاضر وما بده غير إنه ينطرح،
ما قبلوا حتى انه يطرحوه على مجلس النواب. نتامل الانتخابات الجايه يكون صار الكوتا النسائيه مقره ومقبوله ومصادق عليها ويتغير قانون الانتخاب، لانه هذا القانون اللي نحن عم نشتغل عليه قانون حقا مجحف، مجحف بحق اي مش بس رجل، رجل وامراه يعني، مش بس للمراه يعني، وغير ومنه تمثيلي يعني، ممكن يكون في كذا قانون، ونحن اقترحنا قانون للاسف ما وصل. نتامل انه الانتخابات الجايه تكون المراه فاعله وناشطه وتغير.